اليوم راح نتعلم كيفية إيقاف الإعلانات المزعجة التي تظهر في كافة جهاز الأندرويد. طبعا الحل عندي وموثوق 100% ومجرب وعلى مسؤوليتي، وإذا لم يعمل معكم فراجعوني. طبعا الحل بسيط لا يحتاج لأي برامج، ولكن قبل أن أبدأ أتمنى منكم أن تشتركوا في القناة. ما عليكم سوى الدخول إلى أي فيديو أو هذا الفيديو، تضغطوا على هاي الاشتراك وزر الإعجاب. طبعا بنبدأ بشرح الطريقة، ما علينا سوى التوجه إلى الضبط هاي اللي شايفينها في جهازنا، ومن ثم بنتجه إلى التطبيقات. هاي بعض الأجهزة بيكون اسمها مدير التطبيقات. يلي بدنا نعمله هو أن نبحث عن تطبيق بهاي القائمة. نحن تطبيق مثبتينه بالغلط أو مثبتينه من منذ فترة طويلة، ما نظاهر بالتطبيقات، يعني ما نظاهر بالقوائم أبدا. تطبيق راح نبحث عنه هون هو عبارة عن فيروس، نحن أدخلناه عن طريق الإنترنت بطريقة مقصودة أو غير مقصودة ونسيناه، ما ظهر بالقائمة نسيناه. يعني راح نراجع هاي التطبيقات ونشوف هاي التطبيقات هل هي موجودة عنا أو فقط ظاهرة هون. هو عبارة عن فيروس أبيكي لظهور الإعلانات. مثلا هذا الترجمة موجود. طبعا في منا هيدي تطبيقات أساسية في الجوال بدنا نحذر إنه نحذفها. صور خلفيات موجودة، الفيسبوك موجود، علينا بالبحث لحد ما نلاقي برنامج غريب، فايل داونلودر. هذا التطبيق ما أنا موجود عندي بالقائمة، بنشوفه إذا أساسي أو نضغط على إلغاء تثبيت. مثل ما ملاحظين، هل تريد إزالة هذا التطبيق؟ لو أساسي بيحط لنا قائمة تحذير هذا تطبيق منزل. طبعا ربما يكون هذا هو. طبعا بنبحث، نحن بنكمل القائمة، ربما يكون أكثر من واحد. هذا كين ماستر موجود عندي، موجود سيكور سيرفيس، هذا تطبيق غريب غير موجود عندي بالقائمة كمان. بنشوفه إذا تطبيق. طب ملاحظين تطبيق وليس برنامج أساسي في الجوال، بنزيل هذا البرنامج. بعد إزالة هاي التطبيقات المجهولة والغير موجودة في قائمة الجوال راح تختفي الإعلانات فجأة، انتهت القائمة. وعلى مسؤوليتي راح تنتهي القائمة فجأة. طب ملاحظين هذا الأساسي راح يحط لنا إلغاء تفعيل، وهيك انتهينا من الشرح، وعلى مسؤوليتي راح يمشي الحال. شكرا لمتابعتكم.